في غضون ذلك يقول مراقبون إن الصدام السياسي المتوقع قد يؤدي إلى انتخابات عامة جديدة. And this is a clash between representative democracy. لا نعرف في الواقع الجهاز الذي سيستخدمونه لمحاولة منع بوريس من السير في مساراته، لكن ما نعرفه هو أنهم سيحاولون القيام بشيء ما. قد يكون تطبيق القانون يمنع بوريس من الذهاب إلى صفقة، أو يمكن أن يكون تصويتا بحجب الثقة، أو قد يكون أمرا غامضا أكثر من أن يحفر شخص ما من القرن 17 كوسيلة لإيقاف بوريس في مساراته والقول إن البرلمان هو الأسمى. ولن أرحب بالمحلل السياسي والمختص بالشأن البريطاني الأستاذ يوسف الحلو. أستاذ يوسف مرحبا بك معنا. يعني سؤال المليون أستاذ يوسف، هل الاتصالات الأخيرة يمكن لها أن تنجح أم أننا بطريق إلى تعميق الأزمة، بمعنى إما انتخابات مبكرة أو انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق؟ يعني في الواقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتعرض لما يشبه التمرد، وهو أقر بذلك وقال أن البعض من حزبه يتمردون عليه، طبعا يحتجون للقرار الذي اتخذه بموافقة الملكة لتعطيل البرلمان حتى يتسنى له الخروج بلا اتفاق. في هذه الأثناء تجري نقاشات حادة ومكثفة داخل مبنى رئاسة الوزراء 10 داونينج ستريت في لندن للتحضير لترتيبات إجراء انتخابات مبكرة إذا ما يعني كانت هناك أغلبية في البرلمان غدا لتمديد البريكزيت وتمديد المادة 50، وما يعني تأخير عملية الانسحاب. يعني كانت هناك استقالات ثلاثة من أعضاء المحافظين، وهذا مثل ضربة لبوريس جونسون، وطبعا تحذيرات الآخرين منهم رئيس الوزراء رئيس حزب العمال السابق توني بلير بأن الانتخابات إذا ما وافق عليها، طبعا يخاطب رئيس حزب العمال الحالي جيرمي كوربين بأنها ستكون فخ وأن جونسون سيفوز. طبعا هذا كلام لا قيمة له. يعني رئيس حزب العمال جيرمي كوربين يعني نادى منذ البداية بأن يكون هناك انتخابات مبكرة لتجنيب البلاد كوارث لا تحمد عقباها. جونسون يبدو أنه مصمم بالذهاب حتى النهاية في مع مواقفه، أما قبول الاتحاد الأوروبي بمطالبه أما انتخابات مبكرة. هل هذا برأيك يعني تكتيك سياسي أم أن هذا هو بالفعل موقفه الحقيقي الذي سيقاتل من أجله حتى النهاية؟ لا أعتقد ذلك. يعني هو بوريس جونسون أراد أن يفرض ضغوط على الاتحاد الأوروبي من خلال تصميمه على ومشددا في عدة مواقف أن بريطانيا ستنسحب في 31 من أكتوبر المقبل، حتى يعني يلحلح الموقف الاتحاد الأوروبي من موقفه ويتم تعديل الاتفاق الذي لم يوافق عليه البرلمان ثلاث مرات في عهد تيريزا ماي، خاصة بمسألة شبكة الإيمان وهي الحدود الصلبة بين جمهورية إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا. لكن هذه الضغوطات يعني جاءت معاكسة ومخيبة لآراء جونسون، فهناك انقلاب من داخل حزبه ضده، وهناك يعني عدم رضا من الشارع البريطاني، فلذلك هو في موقف حرج جدا. ويعني أستاذ يوسف أعتذر، ما هي برأيك حظوظ خصوم بوريس جونسون بأن ينقلبوا عليه وأن يطيحوا به ويبدأ مشوار جديد من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي؟ يعني من الصعب التنبؤ إذا ما كان يعني بوريس جونسون سيتم حجب الثقة عنه وسيتم تعطيل موقف الخروج، لكن يعني فرص رئيس حزب العمال جيرمي كوربين ضئيلة، خاصة بعد الحملة التي شنت ضده مؤخرا بما يعرف بمعاداة السامية. لذلك يعني الفرص هي كما يقال 50-50، يعني من غير المرجح أن سيكون حزب العمال في الطليعة، لكن بوريس جونسون لذلك سيجنب نفسه خسارة مدوية من خلال يعني الموافقة لتمديد الخروج ولإجراء انتخابات مبكرة، وهذا قد يرفع من شعبية بوريس جونسون أنه انصاع للديمقراطية والمطالبات بتمديد الخروج مع الاتحاد بدون اتفاق. المحلل السياسي والصحفي المختص بالشأن البريطاني الأستاذ يوسف الحلو، شكرا جزيلا لك.